قال عليه الصلاة والسلام وهو يسير مع أصحابه يوما في طريق مكة والمدينة، فأتى على جبل يقال له جمدان، قال هذا جمدان سيروا سبق المفردون، يحثهم على السير، قال سيروا سبق المفردون. توجهت أفهام الصحابة إلى أنه يتكلم عن المسير في السفر، وأنه يحثهم على الإسراع ومسابقة بقية القوم والقافلة، قال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا ما المفردون يا رسول الله؟ نقلهم من المعنى الحسي إلى المعنوي الكبير، قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. تريد أن تسبق؟ السبق في الدنيا هنا اليوم على السيارات والطائرات وعلى الأرجل وعلى المراكب، سبق الآخرة إنما يكون بما تحمله معك هاهنا في الدنيا من ذكر لله عز وجل. سبق المفردون. قالوا ما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.